الجو مرة حلو، مرة 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 حلو. أنا أحب لندن بهالوقت صراحة. عندهم كل براند الميك اب وكلها مليانة، مو زي عندنا دايم فاضية. طبعا الدروج ستور ميك اب حتى ألف عندهم. خدت هذا من أول أدورة حقهم، مرة يمدحونه، في حق المات وفي حق اللي يعطي لومينوس يعني، بس أنا أخذت حق المات لأن يعني عندي كثير برودكت حقت كذا ترطيب وقلوي ومسك الوجه. أخذت هذا بعد لأنه دايم مخلص حتى من الموقع حقهم. باخذ بعد ميك اب ريموفر لأنه ناسي حقي بالرياض، حطيته فوق الطاولة ونسيته، فهذا أساسا أنا جاي عشانه. باخذ مسكرة انواي اكس، يا ساتر ما اقدر اشيل لان حقتي بتخلص وما ادري صراحة وين بلقاها بالسعودية، وما دخلت اطلبها فدامها موجودة اخذتها على طريقي. كريسمس فايبس. جيت ألم نسوي ساعدي داي كولابريشن، ما أدري وش الزبدة. شوفوا نخلة حاطين مدن السعودية هنا. We have a rainy day today. اليوم مطر وما معي مظلة. شكلي بروح أشتري مظلة. خلصت قهوة والحين محتارة وين نروح. ودي صراحة أسوي شوبينج شوي، بس اليوم أحد والمحلات نصها مقفلة وبعض الأشياء تفتح الساعة 11:30 والحين لسه الساعة 10:30، فعندي ساعة ما أدري وش أسوي فيها. أنا مرة أحب أوراق هذه الخريف، مرة 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 أحبها. فاس يوم جيت هنا البارك هذا كله كذا، ودي أصرخ، ودي أشيل كل هذا الشيء وأحطه جنب بيتنا. أوف مرة مرة حلو. أنا رايحة للهارتز الحين أسوي شوبينج وكذا، أستنى خالتي، بس خالتي تفضى عشان نطلع قهوة كذا. ف بس والله والله يا جماعة بس أمشي وغمض عيوني وأستمتع بكل لحظة. هالزارة أكيد مستحيل أطلع وأشتري شيء. ها
بعد قسم بالله جالسة استمتع بالمنظر. الجو خيال، يا ليت اقدر كلكم اخذكم معاي. تعال تعال، تعالي ود حلال حيوان ما يحبني. تريد تمشينا في الحتة؟ دوري جابتنا لسانتا ناتا، طبعا صدمت انه مفتوح عندنا بالرياض. Excuse me, the smoking areas over there. That was a joke. Joke. Right, here we go. Drop it like it's hot. Authentic smoke clouds. Hello, Chinatown. هذه بقالة فنية. المنتجات غريبة غريبة عجيبة. هذا سمك الحين؟ شكله صراحة مرة ما شيء. في آيس كريم مشهور. حتى موجود سيرفس. اوكي صيني؟ لا ممكن شي صيني. شوف الثلاجة حقتهم مرة انترستين. احس ودي اقشكش بس اني مالي خلق اتمشى باكياس تكسرت يدي. جيت المطعم هذا اكوا شاي، عاد ما ادري تسمعوني او لا صراحة، بس الفيو خيال، الفيو صراحة خيال. What? It's a zoo on my belly. This is not your first time here, right? Oh, this is my favorite place for dates. Oh. اليوم الثالث جاي بفطر عشان عندي بعد شوي مؤتمر. صوتي مفقع، احس اني مش بعد نومه، بس شو نسوي. الجو اليوم يجنن زي امس قبل يعني.
travel on my parents. شوف الكتاب من قهوة عربية حتى بلندن قهوة سعودية قصدي هذا البوت حق كيرلا كيرا is drinking water عاد هذا أكثر واحد أحب بعد السعودية طبعا It's very wide. I'm not going to This is coffee from Thailand. Yeah. Can we try please? Yes. If you made with registration, show your registration, then you get free coffee. Okay. هذه قهوة تايلندية. ريحتها تطمن صراحة بس ما جربت الحين. هذا البوث حق السعودية. اشتقيت وانا امشي عجيب ما ادري هذا ايش صراحه انا وكيارا سوينا مرايه طبعا المرايه تحت المرايه تتمشى مره yours is better والله انا بالبوث الكوري رسمت مرايتي ولعبت هذه حقت سكوت جيم وفزت بهذه صراحه مره يوين الحين رجعت للبوث الياباني مرة ثانية خلنا نتكلم معاهم شوي practice my Japanese كم جلسات يعني طلعت من الأوتيل ما أخذت مظلتي معاي وأمطرت فاضطريت أخذ واحدة ثانية عجبني المحل فجأة مفتوح ودي مرة أشتري بس صراحة ما لي خلق توني طالعة من الأوتيل ما لي خلق أشتري أشياء وأشيلها معاي عرفتوا فبكنسل صراحة الشوبينج ناخذ مظلة وفي مسكتي أخذت من ما أدري شو اسمه المحل صراحة بس انيويز اخذت اشياء طبعا انا اسفه في اشياء ما اصورها لكم لاني انسى تدرون وضعي شلون تايهه بين البرامج شوي اصور تيك توك شوي اصور سناب شوي اصور فلوج يوتيوب فمره ضيعه ما ادري اصلا وش صورت وش ما صور في روعة الدرج صراحه احس اني بنبسط على وجهي الجو خيال 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 تدرون أنا كل مرة أرفع جوال أصور لكم ماسك الجوال بأكبر قدر من القوة التي أملكها بكثر ما إني خايف على الجوال ينسرق بدخل كيكو في البلاينر عندهم مرة أحبه مرة 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 بيخلصون حقاتي فقلت دام لقيتها باخذ منه هذولي هم رقم 22 ورقم 5 رقم 5 على بينك شوي و 22 على بني كذا على نود مرة حلوين مع كل الأرواج ينفعون أخذتهم طبعا الواحد هنا ب 30 ريال أتوقع إنه بالسعودية أرخص
بالعشرينات، والأرخص الأرخص بتركيا طبعا. المهم مرة حلوين جربوهم. أنا ما أحب لما يعطوني السنت هذولي، مرة ما لها قيمة أبدا هللات، فمرة أبلش فيهم يثقلون علي على الفاضي، فودي أصرفهم بأي مكان. طير وش ذا؟ واو وين الهلالين؟ خليتون هنا. خلصت عشاء الحمد لله، لهيت ما صورت، كنت ماخذة بالدوري والآن رايحة للأوتيل. بصراحة برد، هاي كارا كمويني. فرساتي يا جماعة تخيلوا كان واقف عزفوا مدسكم طلع لسانها كيكي. المودل حقتنا. هاي يور شاي يور بيوتيفول. سلام تركات. طلعت اخذ بريك في الهواء الطلق من الكتمة اللي جوا وشفت هذا الشيء ما ادري وش صراحة. بس مرة حلوة. كنت أمشي بالعرض بعدين لقيت هذا المطعم اللبناني، مطعم شاورما، قلت لازم أجرب صراحة. صباح الخير، جينا اليوم بنجرب أرابيكا لندن، so let's go. أخذت هذه الأشياء بجربها اللي هو سينابون بان وما أدري وش أشياء. بقعد برا لأن المكان ما صراي. استمتع بالأجواء. لقيت هذا المحل مرة عجبني شكله. Let's see what they have. Nice. يوم جيت بقوم شفتهم جايين يمثلوني هنا شكله، ما أدري وش المسلسل هذا. مرة حلو يعني، حلو الصدفة يعني. شكلها هذه الكاشخة هي الممثلة حقتهم. هذا في كاديلي هناك مسوي مظاهرات مدري وشو. صح المنطقة حلوة مرة بس ما أقدر أروح هناك صراحة، خايفة من المظاهرات. الحين أنا بكاديلي، صراحة المكان مرة حلو. استنى هذول يشغلون حقتهم أغنيتهم مدري وش يبدون. سعيد ما صبرت صورت لكم على طول. شوف ايش لقيت. مره متحمسه. بسم الله. لقيت سوبر ماركت كوري. تخيلوا، اوف احب السوبر ماركتات الكوريه مره. بدي اقشكش معاي واخذ للسعوديه بس مره ما عندي مساحه بالشنطه. يلا يلا تكفي اغراض اللي شريتها. الله الرامن حقهم صراحه. اوف بدي اسوي تشك وانقلهم كلهم للسعوديه.
يا الله كأني بالدراما كي دراماز. شو الخبيط صراحة مرة يحمس بس سأكتفي بالنظر. أصلا حتى اللي داخلين كلهم حتى اللي داخلين كلهم كذا كوريين صينيين يابانيين آسيويين يعني. بدي أخذ هذه بس أنا داري إذا حطيتها بالشنطة بتتكسر لأنها زي مكرونة قاسية. شو الفايدة؟ أوه هذا حق سوشي. صراحة أنا ما أسوي سوشي بالبيت ولا كان أخذ في شيء أبي اسمه توك بوكي مدري وش اسمه خلنا ندوره. بدي أجربه لأن جربت اللي عندنا بالسعودية وما عجبني فقلت يمكن حقهم. ألد أو سيراتشا توقعون هذا هو ما أدري. سوري شفيني أنا ما غير أطبخ الناس ما أدري هم يطبخوني. توقعون هذا هو توقع خلنا نقرأ. تشاينا نوت كوريان ما أنه مكتوب والله برا بالهذا سير اللي شوفه مكتوب هنا هوت بوت رايس كيك اللي هو توك بوكي ما أدري توك بوكي. صدق المشكلة أخذتها والبهارات حقتها مو موجودة وش الفايدة؟ ما يصير للطعام ما أدري وين البهارات حقتها. طيب وش هذا المشروب يا جماعة؟ صراحة شكله ما يشافي بس دايما أشوفه. شوف هذا العصير شكلي بأخذ منه كأني شفت أحد يمدحه بس ما أدري مين. ما أدري أخذ فراولة أو جحة أو بطيخ أو عنب. شكلي باخذ هذا لان العادي اللي ساتر لان العادي اللي صورت لكم اياه ما معاه بهارات حقته والبهارات تحتاج ثلاجة فما يقدر يدخل الطيارة بيعفس الشنطة وريحته تصير شينة ويخرب فباخذ هذا. شوفوا هذا بعد مرة عجبني بس المشكلة مرة كبير ما يدخل الشنطة. هذا المايونيز حقهم مرة يمدحون يقولون طعمه حلو بس برضه ما راح احطه بشنطه يعني. ما ادري اساسا يعني ما اسوي شيء يحتاج مايونيز حقهم. ما ادري احس ودي في اشياء مره كثير عجبتني بس ما اقدر ما عندي مساحه بالشنطه. اخذنا اغراضنا صراحه مره متحمسه لهم اول ما ارجع ان شاء الله للرياض بسويهم. صراحه طعم غريب حلو بس ما ادري يعني كنا شيء مألوف وفي قطع جوا ما ادري اذا هي باينه كانها جلي بس حلو. هذا محل هاري بوتر تخيلوا تو واحده تمشي فهي ما ادري انه محل هاري بوتر اول ما نفذ قلت اخ بذبذبه بس ما قدرت الناس طالع. المهم اول ما شافت قلت اخ هاري بوتر بوتر حسبي الله ما خلوني اكمل ذنبي. عاد اللي ما يعرف ترى أنا أموت بهاري بوتر مرة وشفت السيزنز كلها وعدتها مليون مرة. هذا تيم هاري بوتر. أوف لو لاحقة قبل الهالوين كان أخذت من هنا. شوفوا وشو ده وشو ده وشو أنتي آسف وش قطعت. هذه العصا السحرية حقت هاري بوتر هذا الحيوان حق اول سيزن توقع او ثاني سيزن ما ادري ايش مسويني تيشيرت استغفر الله ما يستاهل. اوكي هذا الاصلع حقهم ينرفزني اذا جاي يتكلم. هذا كوب حق هاري بوتر. صراحة في اشياء مرة حلوة بس هل اشتريها؟ لا. الله هذا كيوت مرة حلو بس صراحة ما أقدر ما عندي وزن ولا عندي شنطة كافية لهذه الأشياء فرح نكتفي بالتفرج. الله هذا شو اسمه حقه هذا وش اسمه؟ أخ يا ربي أحسب يعيد الهالوين مرة ثانية. عاد ما عندي أحد يحب هاري بوتر ولا كان جبت له هدية منه بس دايما اهتماماتي ليست مثل اهتمامات أصدقائي. شكرا الله.
ايوه هذه بقالة ثانية وش هي؟ او مدري وش كوري واضح من الكلام. المشكلة توني ثانية بسوي سكيب خنروح للي بعده. هذا ايه؟ تدرون ليش المحلات كلها اسيوية؟ لانه احنا اتوقع اننا بالتشاينا تاون. بسم الله جتني فوبيا يا جماعة، اي احد يقرب مني ولا يصير يركب ولا مستعجل امسك جوالي اخاف ياخذونه. هاد معروفين بالسرقة هنا. تخيلوا لقيت فوق طلع جيم اوف ترونز، مو بس شو اسمه هاري بوتر. صراحة انا ما تابعت جيم اوف ترونز بس جيت اغطي لكم يعني. انترستينج. الله شوفوا هذه الاشياء الكيوت، احسب ياخذ كوب بس اي كانت. اوف وش ذا بعد؟ يلا ليتس جو اوتسايد. صراحة الدرج يروع بعد. لا تفوتكم الأشكال اللي شفتها تو. يا الله ودي أحش بالناس ماسكة نفسي. ما راح أتكلم. أستغفر الله العظيم أستغفر الله. دخلت هرج عند الجفت سكشن، أخذت هذولي وأنا أريد ما أخذها هنا أشياء أصلاً، بس رجعت أخذت هذولي مرة ثانية. بس والله الحين اللاين صراحة اللاين مرة طويل. هانت طلعت والحين الصراحة ما عندي أي فكرة وين بروح. الله أعلم إني زكمت شوي، ما أدري واضح ولا لا. أحس مشتهية قهوة فشكلي بروح قهوة. تصدقون قعدنا أنا وكيارا أخذنا قهوة. Enjoying the weather. Why? It's a vlog on YouTube. كنت بصور طبحك المهسترة. جيت بوريكم المكان بشكل أوضح. مرة يجنن. مرة حلو رايق. هذا هو القهوة اللي تقهوينا فيها. قهوتهم حلوة والسويت بعد ما عليه. الآن جيت لهذه الحديقة. جالسة أتمشى. صراحة الجو مرة حلو، باقي يومين وأرجع للرياض، فودي مرة يعني أحلل أبو السفرة، خصوصا إني أحس إني ما بديت أستمتع وأتخصص بالجو إلا بالأيام الأخيرة. في هذه القهوة مرة عجبتني شكلها كذا، لأنه ظلمت الدنيا. بس خلينا نروح لأن الجو مرة حلو. مع الأسف يوم جيت بدخل طلع مقفلين تخيلوا، فتكيت بس بالكراس حقتهم استمتع شوي بالجو بالفيو مع انه ظلام، وبالنهار احلى من رأس. شكرا الله. عاد جيت المطعم هذا، صراحة الفيو نازلين من المطعم بالدور مدري كم. بدوا يتزحمون بالمصعد. أنا كيف أكبر الأمور. أوكيه ما أدري من هذا يعني.
حافطر. الجو مرة حلو، اليوم آخر يوم إن شاء الله. المطعم الفطور اسمه ناك أتوقع، فهناك المطعم جالس أمشي، أكيد جالس أمشي يعني إيش قاعد تسوي؟ يلا خل نروح عاد، مرة جعانة من زمان صاحية بس ما أكلت للحين. الصراحة الجو عندهم هالفترة خيال، أحس لما أرفع الجوال بصور أي مكان ما يحتاج أضبط صورة تطلع حلوة. خلنا أجي من هنا بس خلاص وصلنا. اليوم أنا باكل أكل ما قد أكلته بحياتي عشان بأجرب كل المطاعم الأشياء اللي بقيت أجربتها عشان ما أندم. So let's go. خلصت فطور مشيت لقيت هنا في نكس تايبر. المهم لقيت هنا وافل، قلت صراحة لازم ما كريب مو بوافل، سوري هو كريب وافل بس أنا قلت باخذ كريب. إن شاء الله على الترميس ليفوتكم. النظافة لكم عليها شوي. Thank you. يومي. طبعاً بروح أخذ قهوة الحين. بس قلت أخذ الوافل منهم أول لأن من اللي كم يوم أشوفهم بالأكسفورد قلت لازم أجربهم. أخذت المحل هذا حق الهدايا. طبعا انا اخذت منهم، بوريكم وش اخذت. صاير والله انسى اصور لكم، خلاص مخي رايح. اخذت هذولي الشرابات، يعني احبهم، خواتي يحبونهم صراحه فجبت لهم منهم. بس عندهم كبس، عندهم سوفينيرز واشياء هذه حقت لندن. جيت مره ثانيه الارابيكا لأن عجبني صراحة، وأخذت قهوة من عندهم، ما قاومت الكريب وكلت نصها يمكن، فبستنى هذا القهوة حقتي. شكلي باقي هنا، مرة رايق المكان مرة. وصلت قهوتي، استمتع بالأجواء. صراحة ما أخفيكم إني اشتقت القهوة الرياض، ما في مثلها صراحة. بس هنا الجو اوف اوف، يعني الشيء الوحيد اللي بفقده صراحة الجو. يا رب الرياض متى تبردين بسرعة. الآن جيت للبيج بان، صراحة مرة زحمة، كل السياح هنا وأنا واحدة منهم، فودي صراحة ألتقط صورا جميلة، فبروح أقرب أكثر. في هوا والله. تخيلوا ان هذول كلهم مصفين لاين عشان يصورون عند هذه عشان الخلفية تكون البيج بان. والله لاين، شوفوا تخيلوا صف لاين عشان نصور صورة. السلام يدفع الشمس على راسي. تخيلوا يا جماعة من اليوم امشي ادور زبالة برمي القهوة حقتي ما لقيت، والله مرة طولت وأنا أمشي وما لقيت، مو طبيعي محطين زبايل هنا. وأخيرا وصلنا اللندن آي، بروح هناك عشان أصور زين. مش بدي أحد يصير معاي عشان يقدر يصورني، بس مع الأسف أنا لحالي. بس عادي، الاستمتاع في جميع الأوقات وفي جميع الأحوال.
أبشركم أخيرا لقيت سبايدر، بس ما أدري اللي جالس يكررها. إيش رأيك في ودّي؟ يلا الحين بما إني أصبحت خالية اليدين أصور لكم زين. كلهم هنا كابلز، أنا سينجل عادي، سينجلز فوريفر. يقطع ابدنا شفان اللي هم فيه يتمشون ماسكين يدين بعض، وش هاللزقة؟ الحمد لله اني لحالي امسك يدي بيدي وامسك اغراضي، فاضيين بعد نمسك يدين احد. بسم الله الرحمن الرحيم، عندي فوبيا من الكلاب هذه اللي الوانها غريبة واحجامها كبيرة. المهم اخ بستمتع بالمنظر. وفي هذا حق الحمامة تحت اسمه الناس كلها مستمتعة تمشي وتصور، وانت شو جالس تسوي نشاد؟ تصدقون احس ودي اشرب شيء بارد، فلنذهب للبحث عن مكان يبيع شيء بارد. اشتهيت ايس كريم تصدقون. بشوف المحلات هذولي تركس اذا فيهم شيء، وش فيني صار اكلج من البرد، باخذ شيء وشكلي بقعد هنا اتفرج على لندن اي وافكر واهوجس وارتب اموري باقي اليوم. يلا ليتس جو. ما لقيت عندهم الا مشروبات غازيه ومويه، وما احب صراحه يعني فقط مويه بس. ما شاء الله يوم صرت ما ابغى زباله صرت تطلع بوجهي بكل مكان. يلا بسم الله تبدا الهواجيس. مشيت شوي بقيت هذه، ما ادري هي حديقه على قصر او ما ادري هذا وشو صراحه، بس في هنا ديسكريبشن خلينا نقرا. First is transfer of the new into English from the Greek. Okay. خرب يطلع سالفة زبدة. المكان مليان ناس وحلو وروعة، بس والله أتوقع يقصدون هنا هذا الشايب، ما أدري وش زبدة، ما يهمنا إحنا صراحة. تفز أقسم بالله إني كلجت كثير ذا الفلوج بشكل مو طبيعي. خلنا نتفرج. في ناس قاعدين فوق، أتوقع في شيء. يلا خلنا نمشي. بس جالسة أشوف الناس هم يمشون كلهم معاهم كاميرات، مو كلهم يعني كثير منهم معاهم كاميرات، فمرة الناس كلها جالسة تصور هنا، حتى البريطانيين نفسهم يعني، مو هنا بس، حتى عند البيج بن واللندن آي. يلا خلنا نكمل هواجيس. في هذا الشيء صراحة اللي ما أدري وش هو، زحمة ومليان ناس، بس كنت صورة لكم يعني، وأنا ما أدري وش هو أصلا من كثر أشياءهم الواحد ما يدري. مكتوب هنا ما أدري visiting times، وش علي من هذا اللي هو. Let's keep walking. وهنا أمشي بهذا الحديقة، حديقة. شو وش لقيت؟ الله شوف القصر هنا. أي شيء كبير، أنا عندي قصر ما أدري وش هو أصلاً. مرة حلو. سوري ما يبوني قطن تصويري، قطعوا بالأدب مو بزي عندنا يسوون حبتين ويخشون بالفيديو. الحين وصلنا لبيكنغهام بالاس. جالسة أمشي عشان أروح هناك. طبعا أنا مستغربة من كمية الكوريين والصينيين واليابانيين اللي هنا، ما توقعت إنه هذا مكانهم، أو يعني أقصد بلندن بشكل عام.
أجرب قهوة آخر يوم. أخذت السويت. الفيو صراحة هذا جيت أمس أو قبل أمس أتذكر صورتكم. دفع للرجال يسبني كلمة. المهم جيت أمس أو قبل أمس طلع مقفل، فقلت اليوم لازم قبل ما أمشي طبعا رحلتي بعد كم ساعة. قلت I have to try it صراحة. استنى قهوتي بس. تعبكم بالخارج. عاد اللي ما شاف سناباتي راح عليه نص عمره. ماما حبت تشاركني الفلوج، تعالي قول لهم سوون سبسكرايب، تعالي تعالي قول لهم سوون لايك، تعالي يلا قولي لايك. لا حول الله. خذوا يا بسم الله. الحين جالسة أسوي ووكينج، جالسة أسوي ووكينج. وش هندية أنتي؟ وش قاعدة تقولين؟ قصدي جالسة أمشي بالحديقة، حديقة عشان أتمشي الوداعية كذا. محل هاري بوتر بالمطار، بسوي لكم تحدي على تيك توك. اكسبكتو باترونا، وكلكم قايلينها بالهذا غلط، بس يعني اوريكم اني فان لهاري بوتر واني حافظة السبيلز حقتها كلها. الصراحة يعني مشكلة اللي يجي المطار بدري ويحوس بنفسه ويلف بالاسواق والخرابيط ويشتري، يعني ما ادري صراحة. بعد شب نفسي طفشت مرة، بس إن شاء الله باقي ساعة على الرحلة، فشكلي بروح أخذ قهوة من ستاربكس. والله أنا أتوقع الشيء الوحيد اللي سويته بهالسفرة إني شريت ميك اب مرة كثير. تخيلوا بالسعودية أدور دوارة دوارة ما ألقاها شارلوت تلبري، وهنا سبحان الله بكل مدعوس يطلع لي. أحس مرة مقهورة. تعرفون الشيء لما مرة تتعبون تتعبون تبون تبون لين تحم كبدكم، هذا حرفيا اللي صاير معي. خلاص أحس حمت كبدي وأنا أدور هذا الفلورس فلتر حقهم. أسوي مو شوبينج بس أتمشى بالديوتي فري بالمطار. أنا ما أحب صراحة أسوي شوبينج بالمطار، لأن أحس مرة تصير أغراضي ثقيلة وكثيرة وعفش وسالفة، وغالبا أصير شارية كل شيء بالمدينة اللي أنا فيها أصلا. بس والله انت مش نضيع وقت. بالمناسبة مشروبي من ستاربكس، قلت لهم ابغى فانيلا ايس شيكين، قالوا ما عندهم. ما ادري هم ما عندهم اساسا بلندن بشكل عام بريطانيا ولا بس بالمطار. الزبدة قالت لي في بدالة براون شوغر ايس، ما ادري وش ايس براون شوغر ما ادري ايه. اخذت جربت، الله يكرم النعمة لحد يجرب. اصلا واضح من لونه طعمه كذا موية مع ما ادري وش. الزبدة راح تجربه. اخيرا وصلنا للرياض. اتوقع هنا بنهي الفلوج. ان شاء الله يكون استمتعتوا. لا تنسون لايك وسبسكرايب وشير، واكتبوا لي تعليقاتكم تحت. وان شاء الله ان صوتي واضح لان صوت الشلال ما ادري ايش سبب المويه ما اطي عليه اتوقع. بس والله اشوفكم ان شاء الله بمقاطع ثانيه. باي.